أيضا مشاهدينا معي عبر الهاتف السيدة آسيا العتروس الصحفية المتابعة للشأن العربي من تونس الشقيقة. أهلا ومرحبا بك سيدة آسيا. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. بداية أنا أتقدم بالتعازي لكم ولكل الشعب السوري ولكل أيضا الأتراك في هذا المصاب الجلل، وأتمنى أن تتضافر كل الجهود لإنقاذ الضحايا الواقعين تحت الأنقاض. إذا كنت تتابعين الشأن السوري اليوم، يعني جهود الدولة السورية جبارة على مدار الساعات منذ اللحظة الأولى لوقوع هذا الزلزال المدمر، وهناك محاولات حثيثة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولكن الإمكانيات يعني قليلة للدولة السورية بعد 12 سنة من الحصار الجائر وهذه الحرب على الدولة السورية. اليوم الإمكانيات يعني إلى حد ما ليست يعني كافية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تحت الأنقاض. كيف ترين المشهد العربي في التعامل مع يعني ما يجري في سوريا بعد هذه الكارثة؟ دعيني أقول نعم، أننا ننظر بكثير من الألم ولكن أيضا بكثير من الغضب إزاء هذا التراخي وإزاء هذا التردد في الدعم والتضامن مع سوريا في محنتها الكبرى. وطبعا ننظر ايضا بكثير من الاكبار الى جهود القوات السوريه والى المدنيين في سوريا الذين يسابقون الزمن لانقاذ الضحايا الواقعين تحت الانقاض منذ اكثر من 36 ساعه. بكل صراحة أنا كتبت في هذا المجال واليوم افتتاحية جريدة الصباح أنها سوريا الشهيدة بسيف أشقائها العرب، لأن العالم تقريبا الذي يتسابق لتقديم المساعدات إلى تركيا، ونحن لسنا ضد مساعدات تركيا، وتركيا تمتلك من الإمكانيات الكثير وحياة البشر مهمة وكبيرة، ولكن الحقيقة أن العدالة في توزيع هذه المساعدات وفي دعم الشعب السوري في محنته وفي دعم بلد يرزح يعني تحت تداعيات حرب مدمرة منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحت أيضا ظروف مناخية صعبة وثلوج وموجة من البرد تفاقم وتعقد عمليات الإنقاذ. ما يجب اليوم القيام به، وبالإضافة إلى الجسور الجوية لإيصال المساعدات للشعب السوري في محنته، هو المطالبة اليوم وبصوت واحد إلى إيقاف قانون قيصر، هذا القانون الظالم المسلط على سوريا والذي يعني هو معادي لكل القوانين ولكل العدالة البشرية لإنقاذ بشر في حالة خطر. سوريا اليوم تواجه محنة كبيرة جدا، ومسؤولية العرب والدول الإسلامية بما في ذلك الجامعة العربية والتعاون الإسلامي وصراحة كل العواصم العربية، صحيح أن هناك بعض المساعدات المرسلة من هذه الدول أو غيرها، ولكن هذا غير كافي. كان يجب اليوم قطع مع هذه القطيعة والتوجه بصوت واحد اليوم نحو سوريا، سوريا العروبة، سوريا التي يتألم اليوم أطفالها، نتابع بكل ألم عمليات إخراج أطفال من تحت الأنقاض يعني وشباب ونساء وفي عملية الخراب والدمار التي تمت. هذه كل ما يحدث اليوم لا يمكن لأي بلد مهما بلغت قواته العسكرية والاقتصادية واجهته بمفرده، يعني من العار. فما بالك بدولة محاصرة منذ 12 سنة؟ هذا المشهد تحت أنظارنا. نعم، أقول لك فما بالك بدولة يعني محاصرة منذ 12 سنة ممنوع دخول أي شيء إلى الدولة يعني السورية. هناك آفة ثلاثية اليوم تواجه سوريا، الحرب والثلوج ثم الزلزال، هذه كارثة طبيعية تجاوزت كل معناتها التوقعات، 7.9 درجات، هذه معناتها محنة كبيرة وكبيرة جدا، تحتاج الكثير من الجهود الإنسانية والعسكرية والتدخلات يعني من منظمات دولية ومن فرق الإنقاذ، لأن إخراج الضحايا من تحت الإنقاذ يحتاج إلى معرفة ودراية وخصوصية للحفاظ على حياة البشر. فما أدراك عندما يتعلق الأمر بأطفال أو يعني رضع، كل هذا يستوجب يعني الكثير من الجهود. يعني كنا نتوقع أن تؤول الصدمة
صدمة الاهتزازات الارتدائية إلى وقوع صدمة في الضمير العربي وفي الضمير الإنساني الدولي، ولكن مع الأسف لا يزال هذا الضمير الإنساني الدولي وخاصة العربي، وأنا أقول أن خير أمة أخرجت للناس فشلت في الاختبار التضامن الدولي الإنساني وسقطت أمام الغرب في هذا الاختبار. نرى ما تقوم به الدول الأوروبية من أجل دعم أوكرانيا، لسنا في إطار المقارنة، ولكن يعني فعلا لم نفهم الدرس ولم نفهم شيئا، أنه عندما تكون سوريا أو أي بلد عربي في مثل هذه المحنة كان يتعين تجاوز كل الخلافات والصراعات والانقسامات أو على الأقل تأجيلها من أجل إنقاذ الضحايا، إنقاذ الأرواح، يعني والاستجابة للاستغاثات التي نسمعها والتي يعني تدمي القلوب والنفوس. يعني عار أن يحدث هذا يعني في عالمنا اليوم، خاصة وإحنا نتابع على المباشر هذه الكارثة الكبيرة التي لن تتضح تداعياتها وحصيلتها قبل مرور وقت طويل. نعم، أيضا يعني لا أعلم إذا كنت قرأت ما جاء على لسان المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل ويربرغ حين قال ليس هناك أي شيء في قانون قيصر والعقوبات الأمريكية يمنع المساعدات الإنسانية الطارئة والأدوية عن الشعب السوري. يعني هذا الكلام فيه من الإسفاف والتقليل أيضا يعني من حجم الكارثة. كيف لا يمكن أن يعني لا يمكن له أن يمنع وهناك الكثير من الأشياء الضرورية التي يجب أن تكون موجودة ووفقا لقانون قيصر هي غير موجودة لإنقاذ أرواح الناس؟ الآليات يعني قبل قليل كان هناك مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة الإغاثة العليا الدكتور حسين مخلوف عندما قال، وهو وزير البيئة في سوريا، عندما قال بأنه أكثر من 50,000 آلية مفقودة غير موجودة في سوريا نتيجة الحرب ونتيجة الحصار الجائر، وبالتالي الآليات السريعة لإنقاذ الأرواح غير متوفرة بشكل كاف على امتداد المحافظات السورية التي وقع فيها أضرار هذا الزلزال المدمر. كيف يمكن لهذا الشخص أو لهذه الحكومة أن تتحدث بهذه الطريقة عن أن القانون لا يمنع قانون قيصر؟ لا، أنا أعتقد ويمكن أن أدعي أنني مطلعة على هذا القانون، قانون قيصر، أنه تصريحات المسؤول الأمريكي منذ البارحة هي يعني تتنزل في إطار الضحك على الذقون، وهي للترويج الإعلامي للرد على الانتقادات بأن واشنطن الداعمة للحقوق والحريات تقف اليوم دون وصول مساعدات وإنقاذ الشعب السوري. نعم، هذا القانون يعيق وصول المساعدات الإغاثة ويفرض عقوبات على الدول والمنظمات والمؤسسات التي تتعاون معها الدولة السورية ومع النظام السوري. يعني كيف يمكن ايضا المجتمعات المنظمات الدوليه وغيرها مع من ستتعامل اذا لم تتعامل مع القوات السوريه ومع النظام السوري مع الدوله السوريه في هذه المحنه؟ يعني فعلا هو يعني محاوله لتخفيف الظلم والقسوه هذا القانون الذي فرضه الرئيس بايدن ومن قبله ايضا ترامب، والذي يفرض على الشعب السوري عقوبات يعني خطيرة وخطيرة جدا، هي التي تكلف اليوم الضحايا الواقعين تحت الأنقاض الكثير. ونحن نعرف جيدا أن كل دقيقة تمر وكل ساعة تمر هي ثقيلة وثقيلة جدا على هؤلاء الضحايا الذين ينتظرون يعني جهود إخراجهم وإنقاذهم وهم واقعين تحت الأنقاض منذ أكثر من 36 ساعة. يعني الحقيقة أنه وجب اليوم أن تتجه الجهود عربيا وإسلاميا ودوليا وإفريقيا وعلى كل مستويات لإسقاط هذا القانون لسبب بسيط وبسيط جدا، وهو أنه إنقاذ البشر. المعركة اليوم هي معركة حياة أو موت، هي صراع من أجل الحياة أو الموت. هذه هي الحقيقة التي يجب أن نقولها جميعا، والتي يجب أن تتردد في مختلف المنابر الإعلامية وبكل لغات العالم، ويجب أن يقول للإدارة الأمريكية والرأي العام الأمريكي stop these sanctions، أوقفوا قانون قيصر، أسقطوا قانون قيصر الظالم وأنقذوا البشر. الأولوية اليوم لإنقاذ البشر، هذه هي الأولوية ولا شيء غير ذلك.
شكرا جزيلا لك يا سيدة آسيا العتروس، وحضرتك صحفية مطلعة بالمتابعة للشأن العربي كنت معي.